كتابه الكريم ولن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون. وده هنا توقف عند ناس كتيرة بدأت تسأل مما تحبون يعني ايه؟ هل الموضوع ده داخل في الصدقات ولا لا، ولا ده زكاة؟ يعني تفاصيل هذه الآية الكريمة. ده الأصل الجامع، إنك بتحب المال وتحبون المال حبا جما. انت بيقول لك عض قلبي ولا تعض رغيف، عايز نصلي مش هنام، عايز نصوم مش هفطر، ما هو كل دي حاجات هتوفر علي، لكن عايز ندفع زكاة لا دفع كلام. فتجد النفس جبلت على الشح. يعني انا اعمل اي عمل الا انك تقرب من جيبي، ده طبيعه بشريه كده، وقليل من عبادي الشكور. لا، هنا لن تنالوا البر، اي لن تصلوا الى درجه الابرار الاطهار الذين هم اهل الله وخاصته في الجنه حتى تنفقوا مما تحبون. ودي بقى فيها ناس هو معترض على انه يدفع، ولذلك سيدنا ابو بكر قامت عليهم حرب الرده لمانعي الزكاه، اقام عليهم حرب. ادي حاجه. الحاجه الثانيه يبقى مقر انه هيطلع، بس يطلع اسوأ واردى الانواع. يعني لو زكاه زروع وثمار، فتلاقي في بعض الناس عندهم لقم كده، فيقول لك ايه، بدل ما طلع الحاجه الجيده دي يدور بقى على الذره العفن، على اللي مش عارف الحاجه اللي مش سليمه قوي، ويبتدي يطلع اسوأ ما انتجت الارض، يجمعه على بعضه كده وبتاع، راح مسجد والناس بتقول له عايزين مساعده وبتاع، فيدور على اي فلوس مش هيعرف يصرفها، مقطعه تعبانه بتاع. فربنا بيقول لا، ده انت لازم تعمل بحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن يغلب حب الله على ما سواه، فتنتصر لله سبحانه. ولذلك أمنا عائشة كانت تعمل إيه؟ كانت لما تيجي تخرج زكاة مالها تعطر، تجيب مسك أغلى. يعني المسك بتاع النبي ده كان مسك من مواد طبيعية، على فكرة احنا ما نقدرش نشتريه النهاردة، كان كله ميل للطبيعة. النهاردة عشان تروح تجيب حاجة زي كده هتلاقي بالجرام، والجرام مش عارف بكام ألف. فكانت هي تأتي بالمسك ده وتعطر به الدرايم والدنانير. قيل لها لما؟ قالت لأن رسول الله علمني أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. هنا السؤال اللي هو تنفقوا مما تحبون، هل الأمر ده متعلق ومرتبط ارتباط وثيق بالمال فقط؟ يعني مثلا أنا بحب اللبس، فهل أخرج من اللبس بتاعي؟ أنا بحب الأكل، فالأكل لما أجي أخرج أكل مثلا، يبقى الأكل اللي أنا بحبه مش أي أكل وخلاص؟ هنا دعوة للرقي ولمستوى رفيع في المعاملة مع المحتاج. فلازم أديله من أفضل ما أملك. لازم، أنا بقولت لك لو أرض زراعية هديله من أفضل الثمار اللي أنا بحتفظ بها لنفسي. لو بقطع في أضحية وكل سنة وإحنا طيبين جميعا وبنستعد، ما جيش بقى أقول إيه، أصل أنا بحب الكبدة. طب ما هو الفقير بيحب الكبدة رخ، أنت لازم تاخد جزء وتسيب له جزء.